برضو كلام مهم جدا، ولكن لان هناك امثله كثيره جدا جدا جدا، مش قليله الامثله زي ما حضراتكم شايفين، مش قليله، كتير جدا جدا. احنا بنحاول نجيب كل من جيل على قد ما بنلاقي، لان الفيديوهات الحقيقه احمد بيقعد يدور عليها وقت طويل، ولكن هي دي الامثله اللي احنا دايما بنتكلم فيها، هي دي الامثله اللي احنا او جمهور النادي الاهلي بيحبها. وحبينا بس نفكر الناس اللي مش فاكره، حبينا بس نفكر الناس اللي مش فاكره. بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا النهارده، ودايما الحقيقه بتمتعنا. ولو في فيديوهات اكتر في للعيبه الحاليه بقى، يعني في لمدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، في للعيبه الحاليه، يعني احنا اتكلمنا على الجيل القديم برضو. اللعيبه الحاليه بصراحه في بعض اللعيبه فيهم اربعه او خمس او لعيبه كتير نقدر نتكلم عليهم برضو في الفتره الجايه ان شاء الله، في وقتها ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا لحضرتك. وبرضو لو احنا اتكلمنا ده كل الامثله دي عشان لما نسيناش حد، عشان ما حدش يقول ان احنا نسيناه. لا لا مش هننسى ان شاء الله، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. ايوه برضو يعني لسه في نجوم ثانيه برضو عشان ما حدش يزعل. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. هطلع فاصل، وزي ما حضراتكم شايفين احنا بس حابين نوري مش نوري حضراتكم طبعا، ولكن نفكر اللي مش فاكر قد ايه ان الناس بتضحي عشان خاطر النادي الاهلي مهما كانت الاموال. دي وجهات نظر، انا لا ما بعيبش في حد والله، لكن انا بوري حضراتكم امثله كده وامثله كده. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثه من نجوم